حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم بحلقة جديدة وأمسية جديدة من أمسيات حديث المساء. ما أجمل المساء حين تحيط بك قلوب تغمرك بدفء المحبة الصادقة، تبعث في نفسك سعادة تعانق أفق السماء لتخبرها عن جمال أحاديثكم في كل مساء. مساكم سعادة وما كنتم مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة. وأجمل ما يقال في كل مساء بأننا نراكم كطيف مبتسم في وجه الحياة، ونتعلم منكم دوما بأن الابتسامة تفتح أبواب السعادة والنجاح. لذلك لا تدع ضغوط الحياة تفسد عليك تلك الابتسامة، وكن دوما ببشاشة وجهك كالمطر، أينما وقع ترك أثر جميل ونفع. لذلك نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا في حديث المساء، واليوم في هذا المشوار اللي يجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة على شاشة الجميع الشرقية من كلبة. نعم. ومسيك بالخير عاشة، حياك الله. ومسيك بالخير يا عمر، ومسي على مشاهدينا، والله يحييك ويحيي مشاهدينا. طبعا مرحبا. حلقة جديدة تجمعنا فيها مواضيع مميزة وعناوين أيضا. أنت ضيفة اليوم مميزة عاشة. أنا ضيفة اليوم، أنا بنت البرنامج. كيف أنا ضيفة اليوم؟ بنت البرنامج. طيب خلنا أحاول أني أخذ دور المذيع، أنت دور الضيفة. نعم. تمام، خلنا أسألك بعض الأسئلة. كيف كانت شو سويتي في الإجازة؟ الإجازة هي كيف كانت؟ خبرينا عنها. ما عندك إن شاء الله، بس كانت متنفس يعني. والله الحمد لله كانت إجازة حلوة. كانت في الإجازة يعني يعني كيف أقول لك، كانت في البيت، ما حبيت أطلع أي مكان. ممتاز. قعدت في البيت أروق، أرتاح شوي من ضغوطات الحياة، من ضغوطات العمل، وعشان أرد وأنا كلي طاقة وكلي حيوية وكلي إيجابية. والله ما أكلت ذرة. ما سويتي؟ طب مع ان اجواء الشتاء يعني دائما تخلينا نروح للذره، ما اعرف ليش يعني يقول لك الشتاء ورا كلمه الشتاء ذره، ما تعرف ليش. لا الكرك يعني يمكن هي بعدين صيف وشتاء في كل مكان الكرك عندنا، ولكن يعني اهميه الاجازات طبعا بان نحن حتى في البرد وهذا الاجواء الجميله ناخذ. والله الاجواء كانت حلوه، بس شويه يعني كان في هو يمكن اللي منعنا من الشوي وطلعات البر وطلعات البحر. الغبار من اول ما طلعت اجازه عاشه ويتنا الغبار ويتنا طيب الحمد لله ان ما كانت عندنا حلقات خارجيه ولا كان تكنسل كل الامور، ولكن نقول الحمد لله دائما وابدا على هذه النعمه. وبالتالي نبدا معاكم هذه الامسيه من برنامج حديث المساء، ومثل ما عودناكم اليوم نبتدي باول عنوان. نعم. عنواننا الأول أهمية لغة الجسد في التواصل مع الزملاء. لغة الجسد أتوقع هي من اللغات المهمة والضرورية، ولازم كل شخص يعرف كيف يتعامل معها ويعرف كيف يفسرها ويفهمها. صحيح. ونحن اليوم خصصنا في لغة الجسد أن الواحد كيف يتواصل مع زملاء، وأكيد راح نتعرف على أكثر الحركات وأكثر الإشارات واللي لها معاني كثيرة، بحيث أن كل شخص يكون فاهم معنى الإيحاء في حال أنه تواصل مع أطراف وأشخاص آخرين. صحيح. وأيضا راح يكون عندنا مشاهدينا الحروف الأبجدية ولغة الإشارة. طبعا الحروف الأبجدية ولغة الإشارة من الأمور المهمة أن نحن نتعلمها. نعم. في هذه المرحلة في حياتنا. عاش، تعرفي أحد الحروف بلغة الإشارة؟ أحد الحروف لا، بس أتذكر كلمة هو علمنا إياها أستاذ، شو كان اسمه، صلاح العودة، واللي هي الإجازة نسيت وايد. لا الخريف والشتاء، كيف كانت حركاتهم عمر؟ الخريف والشتاء، هذه آخر والله نسيت الإشارات اللي، ولكن أنا أعتقد حرف الحاء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أتوقع، يعني ما أعرف يعني. والخريف كيف كان شيء شيء؟ لا هذا سرك. لا في حركة شيء بس ما أتذكرها. طيب يعني نترك هذا الموضوع بدل ما نفتي فيه ونحن ما نعرف، نترك الموضوع لي طبعا الأستاذ صلاح عودة يعلمنا بعض لغة الإشارة للحروف الأبجدية. نعم. أيضا انتقالا لعنواننا التالي، كاميرات المراقبة جزء لا يتجزأ من المنزل في اليوم. طبعا كاميرات المراقبه في الوقت الاخير اصبحت شيء مهم، وقمنا نشوفها في كل بيت وفي كل مكان الواحد يستخدمها من باب الامان او من باب انه يشوف عياله في اي وقت يبغي. فراح نتعرف على افضل انواع الكاميرات وكيفيه استخدامها في حلقتنا لليوم. طبعًا. وايضا بيكون عندنا مشاهدينا شخصيه فذه اماراتيه. طبعا السواعد الإماراتية أبناء زايد دائما هم يقودون نحو الإيجابية والتفاؤل والإنجاز في حياتنا، لذلك اليوم إن شاء الله راح يكون رفيق لنا في هذا المشوار. وأعتقد ما قبل الختام نتحدث عن شخصية جدا جميلة أثرت في المجتمع الإماراتي، ونتمنى بأن هذا التأثير يمتد إلى جميع هذا العالم من دولة الإمارات
إلى العالم أجمع. أكيد يعني هناك الكثير من الشخصيات اللي تركت بصمة واللي نحن نقتدي بهم في حياتهم في حياتنا، وناخذ منهم الأشياء المميزة ونتعلم منهم الكثير. فنحن اليوم اخترنا شخصية مميزة من أبناء دولة الإمارات، راح نعرفكم عليها إن شاء الله أيضا في حلقتنا لليوم. بلا شك. وصلنا لموضوع الحلقة. موضوع حلقتنا شو هو؟ موضوع الحلقة طبعا، موضوع الحلقة على فكرة يشير إلى مكان وموقع في عواطفنا وعقولنا، وتاخذ حيز كبير فعلا. اليوم لازم نحن نسلط الضوء على هذه الزاوية اللي ممكن تكون مؤثرة فينا بشكل كبير، ولكن بغير أن ندرك بأن هذا الموضوع ممكن يكون له أهمية في نجاحنا أو حتى في فشلنا. ويقال بعنوان هذه الحلقة: الصديق قبل الطريق. يعني أترك التعليق لك عاشة قبل الله أنا أنطلق في الصديق استرسالي في هذا العنوان. قبل الطريق، شو رأيك أنت اللي تبتدي؟ والله شوفي أنا شو رأيك يعني بالصداقة وكيف الواحد ممكن أنه يتنقى ربعه ويتنقى أصدقاء اللي بيعيش معاهم سنوات طويلة واللي بيأخذون جزء من حياته؟ أنا أقول لك اليوم على ما أعتقد بهذا العنوان، نحن لازم نعي تماما بأن اختيار الطريق اللي راح نتجه فيه لازم قبل لا نختاره ونحدده ونحدد هذا المسار، يجب أن نختار رفقائنا في هذا المشوار. اليوم الأصدقاء لهم أثر كبير جدا، وهذا ما أثبتوه علماء النفس، بأن الشخص اللي يكون قريب من أصدقائه واللي دائما ما يأثرون فيه بشكل إيجابي هو دائما ما يكون من الناجحين والأوائل في حياته، إن كانت المجتمعية أو العملية أو حتى الدراسية. لذلك اليوم الصديق مهم جدا. يقال بأن الصديق وقت الضيق، ولكن نشوف أن الصديق نحن نحتاجه في كل أوقاتنا. لا، ولكن يتبدل الحال ويتبدل الزمان ليصبح الصديق هو سبب هذا الضيق. فلذلك اليوم اختيارنا بدقة لرفقاء دروبنا في هذه الحياة هو أمر جدا مهم، بأن نحن نعرف كيف يكون على أساسه نختار رفقانا. بالفعل يا عمر، أنا أتوقع أن في هالوقت وفي هالزمن أن الواحد لازم يكون حريص في أنه يختار أصدقاء أو يختار ربعه. ونحن دائما نقول الصاحب ساحب، فدائما نروح للأشخاص الناجحين في حياتهم، للأشخاص اللي عندهم نظرة تفاؤل نظرة إيجابية، لأن حياتنا راح تكون مرتبطة بحياتهم. والفشل اللي نحن بنفشله أو النجاح اللي نحن بنعيشه في حياتنا يعتمد بشكل كبير على الرفقة اللي نحن بنكون وياهم. ذكرت أن قلت قبل شوي أن الصديق وقت الضيق، لكن شو قلت تبدل الآن إلى أن الصديق هو سبب الضيق. أن الصديق هو سبب الضيق. تستوينا بعض المواقف تخلينا نحن نكشف الأشخاص إذا كانوا هم بالفعل أصدقائنا أو أنهم بس مجرد اسم صديق. فالواحد لازم مشاهدينا يكون مركز بطريقة اختياره لأصدقائه ولربعه، ولا سمح الله استوى موقف بينكم وبينهم وعرفتوا أن هذا ما ينفع أنه يكون صديق. الواحد لازم يأخذ القرار الصح في هذه اللحظة، لو بيتضايق لو بتترتب عليه أشياء كثيرة، بس لازم يعني يكون الصديق بمعنى الكلمة طبعًا، سواء بالضيق أو بالفرح. على فكرة يعني شغلة لازم ندركها تماما ونضعها في عقولنا وتكون راسخة معانا في حياتنا. كلمة صديق على فكرة هي ما المفروض بأن نحن نقولها لأي شخص. اليوم من يستحق هذه الكلمة هو من يكون معانا في حياتنا في ظروفها باختلاف طبعا الأجواء، إذا كانت حزن أم فرح أم سعادة أم ضيق أم ضغوط أم أمور كثيرة جدا، يجب أن يكون مسمى الصديق يطلق للشخص الذي يستحق هذا الاسم. وكلمة صديق أو مسمى صديق جاءت من كلمة صدق. فاليوم إذا كان هذا الصديق هو غير صادق، فلماذا أطلق عليه أنا اسم صديق هذا الاسم؟ أنا أتوقع لو كل واحد يقعد مع نفسه بيشوف أن كل الأشخاص اللي حوالينا ممكن ما ينطبق عليهم اسم الصديق، نقدر نقول أنهم زملاء. فالواحد لازم يفصل بين الزملاء ويفصل بين الصديق، وما يحول الزميل إلى صديق إلا بعد ما تستوي بعض المواقف اللي تكشف أنه بالفعل يستاهل أن الواحد يقول عنه صديق. ودائما الصديق الوفي الواحد يعني ما يقدره بثمن، وصعب أن الواحد يحصل عليه. فالله يحفظ صديقاتي والله يحفظ أصدقائكم إن شاء الله، وأنتم كلكم على إيد واحدة وتجمعكم مشاعر حلوة ومشاعر طيبة. طبعا في هذا الموضوع وفي هذا الإطار يعني طبعا زميلنا المبدع أسامة زهدي يقولنا بأن الآن لا وجود للأصدقاء، ولكن على ما أعتقد في هذه المرحلة يقع اللوم علينا نحن. يقول أحد الحكماء في ظرف معين لما تيجي تراجع نفسك مو بشرط بأنك أنت تكون الشخص الصحيح، ولكن يجب أنك أنت تختار الأشخاص المحيطين فيك بأنهم يكونون هم الأشخاص الصحيحين في نفس هذا الموقع وفي نفس هذه الظروف. ولكن دائما نقول بأن الأصدقاء
هم خير جلساء لنا إذا كانوا هم إيجابيين، دائما ما يحفزونا، دائما ما يعطونا الشيء الإيجابي في حياتنا، واللي يخلونا أيضا نحقق هذه النجاحات. الأصدقاء نعمة، ويجب أن ندرك أمر بأن اليوم يجب أن لا نندم على أي صديق يمكن اجتمعنا معاه في يوم من الأيام، لأن الأصدقاء حتى اللي يصدمونا في مرحلة معينة نتعلم منهم، نحول هذه الصدمة لدرس، نتعلم منهم فعلا. الواحد يعيش هذه الصدمة ويتعلم منها ويعتبرها درس من دروس الحياة اللي ممكن تعطيه جرعة من القوة وجرعة صحيح. من الإيجابية أنه يكمل حياته مع أصدقاء صحيح. آخرين. فالدنيا ما توقف على صديق، والدنيا ما توقف على موقف واحد ممكن أنه يحصل بينك وبين أي صديق. الواحد دائما يعني يعطي عمره الاحتمالات الكثيرة في الحياة صحيح. لأنه ما تعرف الحياة شو مخبت لك طبعا. يعني الواحد لازم يكون حريص انه يختار اصدقاء أكيد. ولازم نحن ايضا نكون في نهايه الصفات اللي الناس يتمنون انهم يصادقونا ويرابعونا. فالواحد لازم مشاهدينا يعرف صحيح. الصديق الخير من الصديق اللي ممكن بيوم يكون صديق وممكن بيوم اخر يكون عدو. صحيح. ولكن امر اخير نقوله في هذا الموضوع، نتمنى والله الموضوع اللي مودنا اي والله يكون ان شاء الله هو ختام لموضوع نقاشنا لهذا اليوم. في احد الايام من واقع تجربه شخصيه، نعم، كنت جالس ما بين الرجال في أحد المجالس في يوم من الأيام، وكان في أحد الأشخاص هو من التجار المعروفين، نعم، وكان هذا الشخص جماله في حواره في حديثه جدا أنيق، يعني وجداً نقدر نطلق محترم. عليه الصديق الحقيقي، يعني تتمنين بأن يكون هذا صديقك. نعم. هذا الإنسان يعرف متى يتكلم، متى يضحك، متى يجامل، متى يسكت، متى ينصت، يعني كل هذه الأمور اجتمعت في هذا الإنسان، صراحة لفت انتباهي. فبعد ما يعني افترقنا في هذا المجلس رحت له فقلت له صراحة أنا أتمنى أكون أني نفس شخصيتك، وتمنيتك لو تكون مناسب لعمري عسبت أقول عنك صديقي. نعم. ولكن مناسب لعمري، على فكرة نحن ما ناخذ العمر انه والله على فكره شيء جدا مهم، نقطه جدا مهمه، اني انا ارابع او اصادق اشخاص بنفس عمري. بالعكس، يعني في صداقات اصغر عنا سنا لكن عقلهم يوزن بلد. صحيح. ويوم الرابع الناس الاكبر عنا سنا نحن نتعلم منهم الكثير، وخاصه ان تجاربهم في الحياه تكون كثيره، فالواحد يتعلم منهم وياخذ منهم بعض الحكم. والله نقطة عني جدا انا احب مهمة. ارابع الناس الكبيره في العمر، العيايز، يا سلام، الله يحفظهم. وايد احب قعدتي معاهم، وتشوف ان عندي عدد كبير من الحريم الكبار. يا سلام، على فكره والله هذيل الجميلين في هذه الحياه بان احنا نتعلم منهم. ولكن اخيرا كمالة لهذا الموضوع قلت له اتمنى بأكون نفس شخصيتك، بشو تنصحني؟ قال لي ما المفروض بانك انت تقول ابغي اصير نفس فلان. قال شوف كل هالناس هذيل عندهم الشيء الجيد وعندهم كثير من الاشياء السيئه، وقال انا واحد منهم. نعم. لذلك قال كون انت كشخص ينتقي من هذه البساتين، اعتبر الناس هم بساتين وانت تختار الشيء الجيد منهم. حلو. بالفعل. فهذه يعني طبعا عبره هذا الموضوع بين اليوم نحن يجب ان نختار الصديق غير هذا. عمر، نقطه اخيره مشاهدينا، لان نحن ما نتعمق في الصداقه، يعني صحيح. حلو ان تكون علاقتنا نحن مع اصدقائنا علاقه سطحيه وفيها خطوط حمراء الواحد ما يتعداها، بحيث انه يعني تكون علاقتنا حلوه وعلاقتنا طيبه وتدوم لسنين طويله بلا شك. طيب ننتقل ايضا لعنواننا واخبارنا في هذا المساء، وعندنا لكم اخبار تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ما برزت طبعا في الآونة الأخيرة. خبرنا الأول الكشف عن تفاصيل منتدى الشارقة للاتصال الحكومي بدورته الثامنة. في تفاصيل أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة سيقام تحت عنوان تغيير سلوك وتطوير إنسان، ويستقطب 70 شخصية من 24 دولة. وقال في هذه الدورة بأننا نحاول أن نركز على الفرد ليساهم بتغيير المجتمع، ونحن تركيزنا على الاتصال الحكومي لنساهم بتغيير فكر أو نظرة الفرد لتطوير نفسه ومحيطه. وأضاف أيضا سلطان بن أحمد لقد استقطبنا في الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي العديد من الشخصيات المهمة والتي لديها تجارب في هذا المجال، ونتمنى بأن تثري بفكرها ورؤاها وتجاربها هذا المنتدى في دورته الحالية. حلو، يعني منتدى الشارقة للاتصال الحكومي في دورته الثامنة أنا أقدر أقول عنه أنه لقاء تفاعلي ولقاء حقيقي راح يتجمعون فيه الكثيرين اللي لهم بصمة واللي لهم باع طويل في الإعلام، سواء كان في الإعلام المحلي، الإعلام الدولي أو الإعلام العربي. اللي بيشارك في هذا الملتقى أيضا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وأيضا بيشارك سعادة طارق علاي
الشرعي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. صحيح. فأتوقع مثل هذه المتقيات ومثل هذه المبادرات الإعلامية راح يكون لها مخرجات إيجابية، راح يكون لها الكثير من الأمور الجديدة اللي راح تكون أثرها إيجابية في مجال الإعلام وفي مجال الاتصال. فهذا هو كان خبرنا الأول مشاهدينا. راح ننتقل معاكم لخبرنا الثاني، والخبر الثاني يقول بلدية دب الحصن تفتتح المرحلة الأولى واحة النخيل. افتتحت بلدية مدينة دب الحصن المرحلة الأولى لمشروع واحة النخيل الواقعة بجزيرة الحصن قبالة القناة المائية بالمدينة. وقال طالب صفر مدير بلدية مدينة دب الحصن أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص أيضا سموه على تطوير الجزيرة واستحداث مناطق خدمية وترفيهية لتلبية احتياجات الأهالي والزوار. والمشروع أيضا ينفذ على أكثر من مرحلة، تم إنجاز المرحلة الأولى منه وتتضمن أيضا واحة للنخيل تضم 200 شجرة من أشجار النخيل تمت زراعتها وفق أبعاد متساوية. يعد المشروع أيضا مشاهدينا إضافة مهمة للجزيرة وعموم المدينة، وسيكون له مردود إيجابي كبير من النواحي البيئية والسياحية خاصة في ظل قربه من أبرز معالم دب الحصن. إذن المدينة الفاضلة دائما ما تطور، دائما ما تسعى. نعم. لأيضا زيادة هذه البقعة الخضراء وتسجير المدن وتسجير جميع المناطق في المدينة الفاضلة. لذلك اليوم هذا الأمر جدا مهم، ودائما بلدية دب الحصن قائمة على هذه المشاريع التطويرية. نعم. لطبعا الحفاظ على البيئة ومنها زيادة الجمالية في المدينة لجذب السياح. أكيد دائما بلدية كلبة يعني نحن نشكرهم على جهودهم الكثيرة. صحيح. هم دائما يهتمون في البيئة ويهتمون بالخضرة ويهتمون بالزراعة، وأتوقع أنهم بدأوا في المرحلة الأولى وشغالين في زراعة عدد. صحيح. كبير من النخيل، فيعطيهم ألف عافية والله يقويهم على هذه الأعمال اللي لها تأثير كبير على البيئة وعلى جمالية المكان في دب الحصن. صحيح. طبعا أيضا ننتقل إلى عنواننا وخبرنا الثالث، اللقب الأعلى ثقافيا في العالم يسلم لشارقة الإمارات. طبعا في تفاصيل بعد 50 يوما وخمسون يوما تفصل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة عن الاحتفال التاريخي بنيلها لقب العاصمة العالمية. نعم. للكتاب لعام 2019، واللقب طبعا الأرفع ثقافيا من نوعه على مستوى العالم، حيث تستعد الإمارة للاحتفال باللقب تحت شعار افتح كتابا تفتح ذهنا، وستشهد الشارقة أيضا احتفالات وفعاليات ثقافية وفنية انطلاقا من 23 أبريل لعام 2019 إلى 23 أبريل لعام 2020. مو بغريب على إمارة الشارقة عاصمة الثقافة هذه الألقاب الجميلة والخاصة بالكتاب وبالثقافة واللغة، وهي دائما حريصة على غرس يعني ثقافة المعرفة والكتابة والقراءة، وتهتم بكل شيء يخص القراءة وكل شيء يخص الثقافة، وتحرص على أنها تنشر أسلوب المطالعة وتنشر أسلوب حب الثقافة في المجتمع وعلى جميع الفئات العمرية. هذه كانت مجموعة الأخبار الأكثر انتشارا في مواقع. صحيح. التواصل الاجتماعي والخاصة بإمارة الشارقة مشاهدينا. راح ننتقل من بعدها لفقرة العجائب والغرائب، بنشوف شو محضرين اليوم فريق البرنامج. والله وايد ناس ابغي اشوفهم في هذا الموقف. حركه حلوه، ما اعرف هل هو يعني اتقنها ولا انت الحين تشوفين اتقنها؟ ما وليش يعيدها كل شويه وهو مو بقادر يعني؟ هو في اخر تجربه لا اتقن وقدر بانه يوقف على هذه
فالواحد ما يفشل من اول مره. يعطينا رساله، الله، هدف من هذا الفيديو ان الواحد ما يفشل من اول مره، دائما يحاول ويحاول لما لا بسالت الصدق يتقن الشغله اللي يبغيها. خلت من هذه الرمسه وخلت من الكلام الايجابي ولا الطاقه الايجابيه. اليوم بعدنا اليوم الاثنين، يعني بدايه الاسبوع، طاقه ايجابيه، ولكن خلنا نعبر عن ما في القلب، لان الناس هي بحاجه الى ما في داخل قلوبنا. نعم، يوم شفتي المقطع منو كان في بالك الرسم في هذا الموقع؟ والله ما تتمنين يكون في هذا المكان. ما حد في بالي، بس ياسا اقول انه يعني ليش متعني ومتعب عمره ويمكن يتعور وتستوي له اصابه بسيطه وهو يحاول يحاول يحاول. ما تخيلت حد يطيح الطيحه يعني؟ لا والله ما حد في بالي، بس اللي عيبني بالفيديو انه هو ما يأس. جرب مره ومره ومره لين ما قدر انه هو يثبت ويسوي الحركه. والله صراحه انا تخيلت شخص، صراحه تخيلت شخص والله العظيم، احس لو كان مكان هذا الانسان كان بيكون موقف جدا جميل وراح يكون جد من العجائب والغرائب. اتوقع الشخص ياس يسمعك في الجاليري، نوجهه وياس يكلمنا بعد اسامه. يعطيه العافيه اسامه. بما انك انت اكثر لياقه فينا، طبعا نحب نشوفك في هذه المواقف وفي هذه العجائب والغرائب. طبعا الحين وصلنا معاكم مشاهدينا الى فاصل، بعد الفاصل عندنا لكم فقرات وضيوف مميزين، ولكن تابعونا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم من جديد. وصلنا معاكم للفقره اللي نحن دائما نتعلم فيها بعض الاشارات وبعض الحركات في لغه الجسد. اليوم نحن خصصنا موضوع معين واللي هو لغه الجسد لتحسين التواصل مع زملاء العمل، سواء كانوا خارج العمل او داخل العمل. طبعا مشاهدينا، تعكس لغه الجسد ما بداخل الاشخاص اتجاه زملائهم، لذلك تعد من الضرورات أن لا يبدو عليك أي انطباعات أو إشارات سلبية اتجاه الطرف الآخر، وقد تؤدي لتصرفات عدوانية اتجاه الطرف الآخر أيضا. راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة زينب قاسم، مدربة مهارات تواصل. مساك الله بالخير وحياك الله أستاذة زينب. أهلا وسهلا حبيبتي. يا هلا فيك. مرحبا فيك. أهلا وسهلا. بما أن طبعا هذه المواضيع تؤدي إلى بعض الانتشارات وبعض الزوايا المختلفة، اليوم لغة الجسد مهم جدا وبالأخص ما بين زملاء العمل. فشو كان خاطرك تقولين عاشة في هذا الموضوع؟ أنت الحين يا استحسب لي كم كلمة نخربط فيها. أنت بديت والبادي أظلم، هو بده يتحمل. طيب عندك السؤال الأول، خلاص أنا بعد ما علقت على كلمتين عندك السؤال الأول. بما أن نحن اليوم موضوعنا هو لغة تواصل الجسد مع زملائنا في العمل، عارفين على أكثر الإشارات أو أكثر لغة الجسد اللي نحن دائما تواجهنا يوميا لكن ما نعرف تعني لشو أو ما نقدر نفسرها. طيب، اللي هي أول شيء قبل ما أتكلم عن لغة الجسد، أنا بدي أتكلم عن شيء كتير مهم. أني أنا لما أنا بدي أجي مع على شغلي وبدي أتكلم مع عمر فرضا، أول شيء لازم أنا أكون عندي فكرة واضحة. أنا شو المخرج عندي لما أنا مخرجاتي من التعامل مع عمر؟ أنا إيش بدي عمر مثلاً؟ بدي أوصل له فكرة، فأنا بدي عمر يفهمني. طب أنا عشان عمر يفهمني لازم أعرف شو هو الشعور اللي أنا لازم أولده عند عمر. نعم. عشان يفهمني. صح. بعدين عشان عمر يجي مثلاً شعور، فرضاً مثلاً شعور إنه الارتياح، فرضاً السعادة، عشان توصلوا المعلومة. بعدين آخر شيء لازم أعرف إنه أنا شو هي المعلومات اللي أنا بدي أعطيها لعمر عشان تولد عنده هذا يعني الشعور، ممكن إني أنا أبدأ عشان بعدين أخذ منه بعض الحركات. أيوة، أخذ منه التصرف اللي أنا بدي إياه. نعم. لأنه أو زي ما حكينا بحلقة من الحلقات إنه أنا في عندي الفكرة وعندي المشاعر وبعدين التصرف. صحيح. إذا أنا أول شيء بدي أعرف شو أنا بدي من عمر. ممتاز. هل أنا بدي من عمر يساعدني يعاونني؟ إذا أنا بدي إياه يعاونني، إذا لازم أوصل إلى شعور إنه هو يشعر في أنا مثلاً التعاطف. نعم. التعاطف، عشان مثلاً التعاطف أنا لازم بعدين أعطيه فكرة عن اللي أنا بدي إياه يساعدني فيه. فلما أعطيه فكرة مثلاً لازم أعلمه، أنا مثلاً فرضاً أنا عندي هاي الفقرة، بما أنه إحنا بالبرنامج عندي هاي الفقرة أنا بدي أقدمها، ممكن فرضاً أنه بدي أسأله أسئلة عن هاي الفقرة أو أنه كيف يعلمني أنا كيف أديها. نعم. إذاً قبل ما أنا أتصرف أو مع أي شخص معي في العمل لازم أنا أعرف أنا إيش بدي منه. ممتاز. طيب، يعني في شغلة جداً مهمة، موضوع الجسد في الحوار. يعني اليوم
نحن نقول لغة الجسد ولغة نعم. الجسد بكامل أعضاء لازم يكون حاضر معنا في الحديث مع الأشخاص نعم. الآخرين. أنا أتكلم عن نفسي أمانة، أنا عن نفسي ما أحب أتحدث مع أي إنسان مثلا وأنا واقف معه، واقفين في مكان، أحب دائما أكون قاعد، يعني لما بتكلم وفي يكون نقاش أقول تعال خلنا قاعد. طب ممكن نوقف؟ هل هذا له علاقة؟ ممكن نوقف شوي؟ ممكن طبعاً. طيب. عاش عندنا ما شاء الله عليه. أنا ولا عمر؟ لا خلي عمر يوقف لأنه طبعاً. عمر قال أنا مثلاً ما بقدر إني أنا أتكلم مع شخص ما. ممتاز. أنا بس بدي أسألك إني أنا لما أنا بدي أكون واقفة أنا وأنت لأي درجة أنت ممكن تتقبل إني أكون واقفة معك عشان تتكلم معي؟ أوكي. هل المسافة أنا ما أعتقد؟ هاي المسافة كويسة. إذا أنا لو أنا جيت مثلاً هون معلش وقفت هون هل بتضايقك هاي المسافة؟ بتضايقني وبنهي الحوار بسرعة. طيب اذا في هنا هون اذا انت على فكره من الشخصيات ان انت تحط حدود بيني وبين الشخص الاخر معلش بدك توقفي شوي ان شاء الله يلا هلا مثلا هي حتوقف هون وانا حوقف هيك احنا واقفين بهاي هاي الحركه مضايقك انا كذا تمام هيك تمام اذا انت حدا لما حدا انه بيجي بيتكلم معك تتضايق انه بيكون قريب ودخل طبعًا. على منطقتك طبعا طب انا راح اعطيك انه احنا عاده لما احنا بدنا نكون اثنين نحكي مع بعض حلو اني انا اواجهك من هون واذا احافظ على المسافه بيني وبيني حلو والمسافه اللي انا بيني وبينك اللي انت عم تعطيني اياها بتقول هاي حدودي ممتاز. ما تعدي حدودي طبعا هاي خصوصياتي طبعا مع انه انا مثلا ممكن ان انا اوقف مثلا بناتها لا هي ودودي اكثر في هاي الشيء تسمح لي اني انا ادخل على منطقتها اكثر احيانا يعتمد على الشخص يمكن طبعا هي. طبعا يعني انا مثلا انت عندك انه لا اللي انت بي تعال وتكلم معي اذا انت في عندك عالم من خصوصياتك وهذا هذا كثير مهم اني انا لما بدي اتكلم مع الشخص لما اجي ادخل مثلا مع التكلم معه لازم انا اعرف لوين انا بقدر اوقف وبعدين في شغله جدا مهمه على ما اعتقد استاذه زينب يعني موضوع الادبيات يعني حتى لما يكون ما بين رجل وانثى او ما بين انثى أيوة. وانثى او رجل ورجل نعم طبعا هذا كثير مهم تحدث اليوم برضه كمان انه احنا زملاء عمل اذا انا لما بدي اجي اتكلم انا وياك اذا انا كامراه انا بدي ابعد لازم تكون في مسافه كبيره من لما انا اكون شاب وعم بتحدث برضه انا كمان شاب عم بتحدث معها برضه كمان لازم احافظ على هاي المسافات اللي هي العادات وتقاليدنا صحيح. هي ادبيات الانسان يعني الانسان طبعا طيب الشيء الثاني اني انا مثلا اريد اتكلم معك انا ممكن اعمل لك هيك ممتاز ان انت قربت يعني؟ كثير ابتعد ممكن لا وانت حتى لو انا هلا بالمسافه هاي البعيده انا قاعده عم بعمل هيك معناه ايش معناه ايش اني انا لا معناه اني انا ما عم بعطيك مجال انه انا مو صحيح. متقبل كلامك هلا صحيح. اذا انا يكون الاتصال الفعال لما حي انا وقفت هون في المسافه اللي انت مرتاح فيها ساعتها انا بدي اميل عليك عشان صحيح. اسمعك طيب. اما لو انا عملت لك هيك معناه اني انا في بيني وبينك بعد معلش لو سمحت كلمني كلمتين ثلاثه وفقط ممتاز طيب لنتفق على المسافه بان هذه المسافه هاي اوكي هذه تمام بيننا طيب في موضوع الانسان لما تحاورينه يكون يتلفت يعني انت قاعد تكلمين او حتى لما يجاوب وهو قاعد يتلفت او شو يعني ما ينظر لك في العين يتلفت يمين ويسار تتذكر مره لما تكلمنا عن الاشخاص السمعيين والاشخاص البصريين طيب بما اني انا ما احب اتناقش وانا واقف الاشخاص البصريين يلا لا هلا هون مع ان النقاش نحن واقفين ترى عادي انا احس انه يعني شيء ناقص يعني ما اعتقد نفقد الاريحيه في الحوار. ممكن اذا انت بتحب كثير انه تكون مرتاح في الحديث طبعا طب في بعض الناس سمعيين اذا لازم يحركوا هيك عشان انه يسمعوا انا بدي اسمع ما بيقدروا يتواصلوا في النظر طبعا الناس البصريين لا بيقدروا يتواصلوا يعمل تواصل بس نحن دائما نفسر ان الشخص اللي نظره يكون يعني للسماء او يلتفت يمين ويسار هو ما مركز معنا لا اذا ولا عاطي الحوار اهميه لا اذا هو التفت يمين ويسار وقاعد بيعمل هيك معناه اذا انا في خطا في حواري معه اذا انا فقدت الاهتمام ممتاز ما اعطيته موضوع يهتم كيف ارد اسيطر اذا بدي ارد اسيطر بدي اغير السؤال إذا أنا جاي أطلب منه طلب ألفت انتباهه طبعاً لازم أعرف مش هيك أنا قلت أول شيء ليش زي باختصار بقول له سمحت انتبه لي أنا قاعد أكلمك لا هاي الطريقة ممكن يكون ممكن فيها شوي من الحوار شوي من العدوانية إنه والله لو سمحت أنا قاعد بكلمك تطلع فيي فيها شوي من العدوانية لكن ممكن أغير السؤال اللي أنا جيت أحكي فيه مثلاً فرضاً أنت عم أو أغير عن الفقرات. نبرة الصوت ممكن أنا الفقرات والله اليوم بدنا نقدم كذا المواضيع اللي بدنا نحكي إحنا فيها نعم طب ممكن انا بدل ما اقول والله المواضيع بدنا نحكي فيها ممكن اساله شو رايك في الفقرات ما تقول لي تعال احكي لي عن الفقرات اللي هقدمها ما رايك بهاي الفقره ساعتها على طول هو راح يجاوب ممتاز طيب سامحيني عاشي يمكن انا اخذت اكثر من أنا مساحتي انا ممكن تاخذ راحتك طيب في موضوع الاختصار في الاجوبه هل هذا له علاقه في لغه الجسد بان اليوم
في شيء غير مريح؟ طبعا احيانا كثير الاشخاص اللي هن في اشخاص دائما بيحاولوا يعطوا المختصر المفيد ما بيحبوا يحكوا كثير، مع اني افضل مني انا اتكلم كثير واقدر اني احط الكلام هذا كله بكلمتين او ثلاث اختصر من البدايه. فهي شخصيات. اذا انا عرفت هذا الشخص، وانا هون راح احكي عن الطابع اللي هو انا بين الزماله مثلا، هل ازعل من زميلي اذا هو رد علي برؤوس اقلام او اعطاني امر قال لي والله اشتغل هاي الشغله مثلا وهو بعصبيه، هل ازعل منه ولا انه هذا في نطاق العمل؟ طيب يعني في ناس على ما اعتقد عندهم هالمهاره بانهم يختصرون المواضيع بكلمتين مثل ما قالت عاشا، هاي شخصيه وقالت يعني اطول الكلام وانا اقدر اوصل الفكره بشيء مختصر. طيب ما شاء الله انت عندك هالقدره عاشا، يعني اختصري لنا موضوع لغه الجسد بالتواصل مع الزملاء في جمله، ما بقول لك كملتين. كيف يعني كملتين؟ هو مساعد ترى يحسب لي كم كلمه انا خربط فيها. اذا كيف ما فهمت عليك؟ انت قلتي في مهاره نقدر نختصر فيها الحديث الطويل. لا يعتمد، يعني مثلا انا عندي موضوع طويل وكبير اقدر انا اختصره بكم من جمله او بكم. يلا الحين ما يحضرني موضوع معين. موضوعنا الحين قاعد نناقشه، موضوعنا الحين برجع لاول نقطه، خلي عمر شوي. برجع لاول نقطه اني انا الحين داخله المكتب وزملائي موجودين، كيف اعطيهم التحيه؟ كيف اصافحهم في السلام؟ السلام، المصافحه في السلام. المصافحه في السلام اول شيء، انا مصافحتي في السلام. تركز لان انت دائما صافحتي. مصافحتي في السلام طبعا احنا كنساء لنساء، انا عشان انا اعطي لازم تكون عندي، معلش برضه كمان ارجع فيها، اول شيء مش لازم تكون هيك لانه انا معناه انت المسيطره، او انا مثلا تكون شي سيده تكون هيك، بعدين تكون شوي رخيه. لا بتكون لا الرخوه معناه انا ضعيفه وانت بتقدري انت تدخلي على منطقتي وتعطيني اوامر، لكن تكون شوي شديده وخلاص. طيب انا ما اعتقد بعد في موضوع ان التصاق هذا المكان، يعني لازم يكون في هي احيانا في تناسق ما بين تماسك الايد، يعني مش السلام بطرف اليد. لا يعني السلام بطرف اليد معناه يعني معنى اني انا من ورا خاطري يعني معلش لو سمحت. انا هلا يعني يا اما انا هلا مش في مزاج هذا السلام، او انك لا انت انا اشوف طبعا لانه او انت مثلا والله ما بتهمني يعني سلمت عليك من الذوق اساسا الواحد يسلم بهذه الطريقه. مش هيك افضل السلام اني انا فقط لا غير، انه انا مجرد اعمل هيك تكون هيك الحمد لله، واشد شوي مش كثير أشد بس شوي تكون يعني هذا هو السلام الطبيعي. هذا السلام الطبيعي الصحيح. نعم. بعدين في حركة اليد، حركة اليد أنا مثلا في ممكن معلش مرة ثانية أحيانا يسحبون معلش نوقف شوي. لا أنا بدي أسلم عليك، أنا أحيانا بسلم عليك هيك يا لما أسلم هيك وأنا بعيدة معناه أني أنا في حد بيني وبينك لو سمحتي. لكن أنا مثلا بسلم هيك لازم تكون اليد في ود في محبة. نعم في أنا هون والله قريب، وبرضه كمان مش لازم أني أنا أسحب إيدك لعندي. في أحيانا الناس يسلمون شي بسرعة يسحبون إيدهم. أيوة هاي برضه كمان أنه خلص أنه يعني اكتفى أنه خلص سلام. لا المفروض أنه أنا مثلا سلمت هيك وبعدين كثرت يعني واحد اثنين ثلاثة وخلص. هذا السلام الصحيح. آخر سلام هو هاي نوع السلام هذا السلام انه والله انه انا سلام الاطفال والله لا انه انا اليوم ما ليش مزاج. يا سلام ما لي مزاج. فها كثير مهم. نوعيه السلام، انا لما بسلم على اصدقائي في العمل توحيلهم اول شيء من نفسيتي، وتوحيلهم لاي درجه انا بستوعبهم، لاي درجه اني انا حكون معهم اليوم، هل انا معصب، هل انا اليوم سعيد. جميل. ممكن من المصافحه انا افهم نفسيه الشخص الاخر او مزاجه في هذا، اذا كانت رخوه، إذا كانت قوية ممتاز. أو إذا كانت رؤوس في نقطة جدا مهمة، يعني خلينا نتكلم عن الزملاء وليس الأصدقاء، لأن في بعض الزملاء هم أصدقاء. ولكن أتكلم عن شخص هو زميلي فقط في العمل، ما بيني وبينه أي شيء يعني شخصي. أعتقد نفس المصافحة هي بتكون. لا أنا أبي أتكلم خارج العمل. يعني لو صادفت هذا الإنسان خارج العمل. طريقة لغة الجسد في سلامي عليه وحتى حواري معه راح يكون مختلف ولا هو نفس اللي أنا داخل العمل؟ أنا راح أحكي لك شيء، دائما الشخص اللي داخل العمل رسمي اكثر، اني انا هو زميل شعوري له داخل العمل حيحدد علاقتي فيه خارج العمل. ممتاز. لانه اذا انت والله متضايق من هذا الشخص داخل العمل، لما تشوفه برا حتسلم عليه مرحبا اهلين نفس المشاعر بنفس صح نفس المشاعر. هذا خطا. هذا خطا ومعظم الاشخاص بيعملوه، لانه انا داخل نطاق عملي، احيانا العمل ووظيفتي والاسم المسمى اللي لي بيجبرني اني انا اعمل خطوات احيانا الموظف ما بيعمل ما بحبها. فانا لما بلاقي الموظف في مشاكل داخل محيط العمل، انا من مجرد ما اخرج من العمل انسى هذه الخلافات كلها، انسى كل هذا واسلم عليه بود
وابتسامه وكيفك ولهفه انه اه والله اهلا وسهلا نتشرف فيه والله. انزل. فهذا ايش بيعمل؟ بكسر الحاجز اللي بينك وبينه. حلو هذا بالنسبه للاشخاص اللي دائما يبادرون في السلام والمصافحه، لكن في فئه من الناس نهائيا ما تصافح ولا تسلم، كيف ممكن نتعامل مع هذا الاشخاص؟ طبعا هل احنا ما بتصافح باليد او ما بتسلم ابدا؟ ما تسلم تسوي عمره ما شايفتنك، يعني انت من هناك تتلف ومع انها شايفتنك يعني. طب انا واحده من الناس اللي انا دائما يعني. اللي دائما انا بسلم بقول السلام عليكم واذا ما ردوا ببتسم، انا بقول السلام عليكم بقول وعليكم السلام زينب كيفك اليوم الحمد لله رب العالمين وخلص. انا المهم اني انا اديت السلام لكل لحالهم. اول مره بتعملها، ثاني مره بعدين بصير يجاوب. صح، مره على مره على مره بعدين بصير يجاوب اللي عليك. عن جد الحمد لله. حلو. طبعا هو موضوع مهم، ونحن تعرفنا شوي على اهم الاساسيات في لغه الجسد في المصافحه مع زملائنا في العمل وخارج العمل. كل الشكر لك استاذه زينب قاسم مدربة مهارات التواصل، دائما نتعلم منك كل ما هو جديد في هذا الموضوع. كل الشكر لك، يعطيك العافية. في النهاية أتمنى أنك تعلمت يا عشا. طبعا أنا دائما المصافحة نفس ما قالتها زينب. يا سلام عليك، روحي فاصل. فاصل مشاهدينا وقفة قصيرة، نرجع بعدها، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمرين معاكم في هذا المساء. اليوم تفاصيل كثيرة طبعا نعيشها معاكم، واليوم أيضا حديثنا في هذا المساء يحمل في طياته الكثير من الأمور المميزة. طبعا الحين وصلنا معاكم إلى لغة الإشارة. تساعد لغة الإشارة على توصيل معاني ومصطلحات بلغة موحدة وتجمع جميع الفئات والجنسيات، وأكيد اليوم راح نتعرف على بعض الإشارات الخاصة بالحروف الأبجدية، وكان ايضا هذا الامر من الامور المهمه اللي راح يعرفنا عليها خبير لغه الاشاره الاستاذ صلاح العوده. خلونا نتابع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي صلاح عوده، مترجم لغه اشاره. مرحبا بكم في تعلم لغه الاشاره. الآن الحروف الأبجدية. ألف. ألف. باء. باء. تاء. تاء. ثاء. جيم. نلاحظ النقطة في وسط اليد. جيم. الحاء دون أي نقطة. الحاء. الخاء النقطة في أعلى اليد. الخاء. دال. دال. ذال النقطة بالأعلى. ذال. راء. راء. زين. سين. 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 شين. شين. صاد. اليد مغلقة. صاد. ضاد الأصبع نقطة. ضاد. طا. طا. الطاء. الظاء لاحظ النقطة. الظاء.
عين عين غين غين ثاء نقطة واحدة ثاء قاف نقطتان قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو الواو إلى اليسار ياء للأسفل ياء تاء مربوطة تاء مربوطة همزة على واو همزة على ياء همزة على نبرة همزة منفردة مد مد ألف مقصورة لا لا ال ال شكرا لمتابعتكم لنا. يعطي ألف عافية الأستاذ صلاح العودة، دائما عرفنا على لغة الإشارة وبعض الحروف، وأنا أشك إذا عمر كان مركز وعرف حرف من الحروف. أنت عرفتي؟ هي شو؟ تاء مربوطة. كيف؟ تاء مربوطة. تاء مربوطة؟ نعم. متأكدة من صحتها؟ متأكدة، تشوف الإعادة وتشوف انتبه مرة ثانية على الحروف. طيب الحمد لله، بالنهاية نحن أنا وياك نقدم معلومة واحدة، فإذا أنت تعلمتي فبكون أنا تعلمت. لازم تتعلم. إن شاء الله. نراجع، أنت قدمي أوراقك وإن شاء الله نشوف الموضوع. طيب ننتقل الآن مشاهدينا إلى طبعا فقرتنا التالية. في الفترة الأخيرة زادت أهمية كاميرات المراقبة على مدى العشر سنوات الأخيرة إلى حد كبير، فإن عدد مستخدمي أنظمة المراقبة يزداد، إذا ما هي طبعا لها من فوائد من نظام المراقبة المنزلية. وأيضا اليوم راح نناقش هذا الموضوع بشكل أكبر. خلونا نرحب بخبير التكنولوجيا الأستاذ صادق تمام، حياك الله ويا مرحبا. الله مساء الخير عليكم. مساك الله بالخير، يا مرحبا بك معنا أستاذ. نحن اليوم بنتكلم معك عن موضوع جدا مهم، واتوقع ان كل الاشخاص مهتمين لهذا الموضوع اللي هو انواع الكاميرات، لان في كل بيت الحين ما في بيت يخلى من الكاميرات. نعم. فعرفنا في البدايه على انواع الكاميرات وكيف. نعم. الواحد يميز النوعيه الزينه من النوعيه الشينه. نعم جميل. الكاميرات المراقبه، قبل ما نتحدث عن الكاميرات نفسها نتكلم عن اهميه وجودها، نتكلم عن اهميه وجودها ونتكلم عن انظمه المراقبه. نعم بصوره ممتاز. اكبر أنظمة المراقبة بصورة عامة تقسم لقسمين. القسم الأول أو النوعية الأولى يسمى الـ IP كاميرا، والنوعية الثانية يسمى الـ Analog كاميرا. نعم. أو الـ Analog System والـ IP System. ممتاز. هذول الاثنين اللي بيتصنفوا كل أنواع أنظمة المراقبة الموجودة بالعالم. طيب شو الفرق بيناتهم؟ Analog شو الأفضل؟ وشو الأفضل؟ هم الاثنين نفس الشيء. نفس الشيء، ما في خلاف في في المعدات اللي بنستخدمها في الكاميرات، ولكن طريقة التوصيل لهذه الكاميرات والغرض من تركيبها هو اللي يفرق. ممتاز. عرفنا على النوعين. نعم. كل نوع. الأنالوج هي الكاميرات العادية اللي نوصلها في البيوت للمراقبة للمنازل الصغيرة والمكاتب الصغيرة. حلو. وهذه عادة توصل بكبلات تسمى الـ PNC كيبل. ولكن الـ IP سيستم
توصل بكبلات الانترنت العالية السرعة، فبالتالي ما تحتاج. لكن بالنهاية تكون نفس النتيجة ناخذها من النوعين، نفس النتيجة، ولكن هاي شبكات أكبر لمراقبة المؤسسات الكبيرة، البنوك، الوزارات، المؤسسات الكبيرة، الاي بي كاميرا، لأنه ما نحتاج لتوصيل الباور ونحتاج. لكن هذه بعض النوعيات اللي احنا نتكلم عنها، نوعيه الكاميرات للاماكن الصغيره. نعم صحيح. والاماكن صحيح الكبيره. صحيح. طيب انا بتكلم عن النظام المستخدم في الكاميرات، يعني في 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 البيوت بشكل خاص. يعني اليوم في البعض مع تطور التكنولوجيا وفهم الكثير منهم وتعمقهم في التكنولوجيا، الان اصبح من السهل بأن يتم تهكير الكاميرات اللي موجودة لمراقبة هذا المنزل. نعم صحيح. عن طريق الواي فاي. صحيح. يعني يدخل الحين في كاشف، في برنامج هو كاشف رموز الواي فاي. صحيح. يدخل لك على الواي فاي، من خلاله يروح لسيرفر الكاميرا ويستطيع بأن يرى كل شيء موجود داخل البيت هذا. نعم صحيح. ولكن الكاميرات إذا ما كانت موصلة عن طريق الإنترنت، هذا اللي أنت تقوله مش موجود. صحيح. بس أحيانا يعني في كاميرات تكون غير موصلة على الإنترنت. نعم. ما يحتاج. كيف نحن هي أكثر أمان إذا بنستخدم الكاميرات؟ أكيد راح نتابعها بالتليفون، فبالتالي لازم تكون هي موصلة. في طرق ثانية، في طرق ثانية غير الإنترنت. أنا أقدر أوصل هاي الكاميرات بجهاز يسمى DVR. هذا الجهاز مثل الريسيفر، يستقبل كل الفيديوهات اللي تسجلها الكاميرات اللي في البيت وتحفظ لي على هارد ديسك داخل DVR. أنا أقدر. وفي مدة معينة للحفظ. نعم نعم. المدة المعينة تحددها الكباسيتي تبعت التخزين، وتحددها أيضا النوعية تبعت الجهاز ونوعية الكاميرات والريزوليوشن، إنه هذه الكاميرات بتسجل على أي أعلى دقة أو على دقة أقل. فتخزين البيانات بالDVR بالهارد ديسك، أنا أقدر أرجع البيت من غير ما أدخل إنترنت وأراقب، أشوف الكاميرات، أسوي بلاي باك للفيديوهات وأراجع الكاميرات وأشوف إذا في شيء ملاحظ على هذا التسجيل. ممتاز. في هذه الحالة أنا ما أحتاج للإنترنت. ويكون عندك أمان في. نعم. صراحة. نعم. هذه أغلب الكاميرات اللي منتشرة في هذا. صحيح. نعم ما أحتاج أوصل الكاميرات بالإنترنت وما أحتاج إنه أتابعها من برا. صحيح. أنا صراحة أكون صادق معك يعني في هذا الموضوع، أنا كنت ناوي أخذ هذا النظام في البيت، ولكن أحد الأشخاص اللي أعرفهم جيدا كان بمجرد أن يشوف في عند أي بيت كاميرات يوقف عند البيت. وياخذ رمز الواي فاي، من خلال الواي فاي يهكر الكاميرات. نعم. يستطيع بانه يشوف كل التفاصيل الموجوده في هذا البيت. هذا يمكن قبل عمر، لان اتوقع في هذه في هالوقت كثير من الامور اللي تخلي في خصوصيه اكثر، في خصوصيه، في سريه اكثر، ولكن ما الكثير يعرف هذا الموضوع. نعم. طبعا نعم. انا بلغت على هذا الانسان، ولكن هو كان سبب باني انا ما اركب هذه الكاميرات. نعم. في البيت. صحيح. الان في كاميرات موجوده تقدر تتواصل معها عن طريق الفيديو كول. حلو. هذه امان، ما تحتاج واي فاي. حلو. بتكون في سيم كارد داخل الكاميرا نفسها، وانا استخدم السيم كارد على تليفوني. جميل. واسوي فيديو كول من تليفوني للكاميرا، واتواصل مع الكاميرا، واقدر احول الزاويه تبعت الكاميرا للاتجاه اللي انا ابغاه. انا اتحكم في الكاميرا كلها بمجرد كبسه في التليفون. هي اي نعم. حلو. زين خلينا احنا نتكلم شوي اكثر عن يعني اذا انا ابغي اخذ كاميرات، شو الاشياء اللي ممكن انا اخذها بعين الاعتبار، اركز فيها اكثر بحيث انها تكون يعني الصوره واضحه، الصوت واضح. جميل. اول شيء لما انا اروح اشتري كاميرات، عاده الان لما نروح الشركه ونقول لها نبغى نركب كاميرات بالبيت مثلا، الشركه تقول لك انا عندي كاميرات عاديه، وعندي كاميرات اتش دي، وعندي كاميرات 2K، وعندي كاميرات ميجا بيكسل، على حسب النوعيات اللي موجوده عندي او الغرض احيانا من استخدامها. نعم. ولكن اول شيء انا احدد هذه الكاميرات شو الغرض من استخدامها، وفين المكان اللي بحطها عليه. تختلف الكاميرات الاندور من الاوتدور. صحيح. اول شيء يوم اشتري كاميرا احدد انا ابغاها اندور ولا اوتدور، داخل البيت ولا خارج البيت، لانه كل واحده لها مواصفات تختلف. بالضبط. يعني تتحمل الأحوال الطقس، تتحمل الأمطار، تتحمل حتى يكون شكلها. نعم. مختلف. يعني شكلها عندي كاميرات. نعم. في البيت اللي داخل المادة تختلف عن نعم المادة المصنعة منها، طريقة الحماية فيها مختلفة. ممتاز. الشيء الثاني يوم ما هو يقول لي والله إنه هذه الكاميرات اتش دي، أنا أخذ هذه الكاميرات وأروح على البيت، أول شيء عند التركيب لازم تأكد إنه هذه الكاميرات فعلا هي اتش دي كما ذكرت الشركة ولا لا. كيف تتأكد؟ كيف تتأكد؟ في أكثر من طريقة، لكن بعطيك طريقة أسرع. الطريقة الأسرع إنه أنا آخذ الكاميرا من وراء الكاميرا عادة أو على الجنب، بيكون في ليبل حلو تبع الشركة المصنعة. صحيح. مو الشركة اللي أنا اشتريت منها.
الشركة المصنعة أروح لجوجل وحط الرقم السيريال نمبر واسم الكاميرا ويطلع لي كل المعلومات يطلع لي كل بالكاميرا. المعلومات لا ويطلع لي الموقع تبع الشركة وأقدر أتواصل مع الشركة وأتأكد هل المنتج هذا اللي عندي أنا الآن هو اتش دي زي ما قالت الشركة ولا شيء حتى ممكن أتأكد من سعره حتى يعني سعره تأكد من سعره تأكد من نوعيته تتأكد من الريزوليوشن اللي استخدم أيضاً. نعم جودة الصورة ممتاز نعم. طبعا في هذا الحديث المهم جدا أمانة أنا أشكرك لسا صادق تمام على هذا الحوار المهم ولنتمنى بأن كل المشاهدين اليوم استفادوا لتقنية وجود الكاميرات للمراقبة في المنازل شكرا إن شاء لك الله. شكرا ودائما ما نستمتع بوجودك شكرا لك أستاذ حياك الله طبعا مشاهدينا ننتقل لفقرتنا التالية واليوم نحن أيضا نوجه التحية لأول مخترع في العالم للكبد الصناعي ذي ثلاث غرف البروفيسور الدكتور علي بن عبد الله هلال النقبي وبنتعرف عليه أكثر في هذه السطور طبعا من بعد ما تعرفنا على هذه الشخصية المؤثرة الإماراتية نكون وصلنا معاكم للختام وفي الختام نقدم لكم هذا السلام من الشرقية من كلباء وأيضا من برنامج حديث المساء إلى لقاء آخر يتجدد بكم وأيضا بمتابعتكم لنا نراكم إن شاء الله على خير وتقبلوا تحياتي أنا أخوكم عمر أحمد وزميلتي عايشة النقبي ونشوفكم على خير إن شاء الله مشاهدينا باكر في حلقة جديدة وتصبحون على خير ومع السلامة حياكم الله.